بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحببت في هذه الليلة المباركة أن نعيش مع عبادة الصلاة كعلاج. نحن نعلم أننا نصلي لله عز وجل امتثالا لأوامره. الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. هناك الصلاة وردت 99 مرة في القرآن بعدد أسماء الله الحسنى، هذا له دلالة أيضا أيها الأحبة. الله عز وجل عندما فرض الصلاة فرضها في السماء ليلة المعراج لعظم هذه العبادة، وجعل عدد مرات ذكر الصلاة بمشتقاتها، الصلاة، صلاتهم، صلاتك إلى آخره، كل هذه الكلمات المتعلقة بالصلاة جعل عددها نفس عدد أسماء الله الحسنى 99 مرة. الصلاة ذكرت 99 مرة في القرآن، وكأن الله يريد أن يقول لك إنه جعل عدد كلمات الصلاة بعدد أسمائه الحسنى ليقول لك إنها شيء خاص بالله، شيء لا يمكن أن تضيعه أو تفرط فيه، الصلاة. ولكن نحن اليوم أحبتي في الله ابتعدنا كثيرا عن منهج الله، وأصبحنا نهتم بالأمراض، وكل واحد يهتم بنفسه فقط وينسى أن الموت بانتظاره. أصبح كل واحد منا يهتم بجلده وشعره وجسده وصحته وهو أمامه القبر. يعني هذا الجسد سيزول، هذه الخلايا ستزول، ستتحول إلى تراب أيها الأحبة. أنت ماذا تنفق من هذا الوقت؟ على ماذا تهتم؟ يعني تهتم بجسد ميت؟ إذن أيها الأحبة، على الرغم من ذلك، الله عز وجل بسبب عظمة هذه الصلاة وأهمية هذه الصلاة جعل الله فيها فوائد عاجلة لك أيها الإنسان، لأن الناس ليسوا كلهم يعملون من أجل مرضاة الله، ليس كل الناس يدركون من هو الله عز وجل، ليس كل الناس يصلي حبا في الله. هناك كثير من الناس بعيدون عن الله للأسف. لذلك الله عز وجل جعل في هذه الصلاة فوائد كثيرة جدا أيها الأحبة. هذه الفوائد ماذا؟ عاجلة، يعني تستطيع أن تأخذها اليوم، يعني في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. جعل الصبر قبل الصلاة، لماذا أيها الأحبة؟ لأنك من دون صبر حتى صلاتك لن تخشع فيها. علمتم أهمية الصبر؟ يعني إنسان يصلي ولكن ليس لديه صبر تجده ينقر كنقر الديك ولا يفقه شيئا، وربما ينسى نصف صلاته ولا يستفيد منها شيئا. رب مصل ليس له من صلاته إلا القيام والركوع والسجود، ليس له ثواب. فلذلك الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر. أولا الصبر، قوة التحمل، والصلاة، لأن الصلاة أصلا فرضت علينا لنهذب نفوسنا، تساعدنا على الالتزام، على أن نكون يعني ملتزمين بمنهج الله. كل شيء في الكون يسير بنظام أيها الأحبة، الشمس تسير بنظام، الأرض، القمر، النجوم، كل شيء له نظام، دورة الماء لها نظام، حتى الحيوانات تتكاثر بنظام بتوقيت معين، إلا أنت أيها الإنسان. سبحان الله، نجد أن الإنسان شاذ دائما. لذلك الله تعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لذلك أيها الأحبة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لقد فرض الله تبارك وتعالى علينا
هذه الصلاة أحد أهداف الصلاة أن تكون شفاء لنا، شفاء من أمراض العصر. كل حركة فيها لها دور وأهمية أيها الأحبة. قبل أن نبدأ بفوائد الصلاة أحبتي في الله، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر كان يفزع إلى الصلاة. الحديث رواه الإمام أحمد، كان يلجأ إلى الصلاة، يفزع، يلجأ، يهرب من الدنيا ويلجأ إلى الاطمئنان وهو الصلاة. كان يقول كما في حديث أحمد: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. خير عمل، عمل مادي يعني، طبعا الأعمال إما عمل القلب وإما عمل اللسان وإما عمل الجوارح، فهذه الصلاة فيها كل هذه الأعمال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عمل للسان وعمل للجوارح ركوع وسجود، وعمل للقلب النية والخشوع. لذلك قال: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب، أول شيء أيها الأحبة، مواقيت الصلاة. الله جعل المواقيت فيها فائدة، سبحان الله. والله شيء عجيب أيها الأحبة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل في توقيت الصلاة فوائد. هذا سر عظيم، خطاب لأولئك المشككين. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تكون نسبة هرمونات معينة في الدم بنسبة معينة؟ عندما يكون لديك مثلا نظام معين في جسدك، هل كان النبي يعلم بأن الإنسان لديه ساعة بيولوجية متفقة مع الساعة الكونية، مع دورة الشمس والقمر، ساعتك البيولوجية ضبط لك مواعيد الصلاة بناء على حركة الأرض والشمس والقمر؟ انظروا أيها الأحبة. لذلك يعني عندما نعلم أن أول صلاة يبدأ توقيتها عند بزوغ الفجر، يعني مع بداية بزوغ الفجر يجب أن تنهض للصلاة. لماذا؟ لأن هذا الوقت مهم جدا، حتى أن كثير من الأطباء يؤكد أن استيقاظك لصلاة الفجر يقيك من شر الموت المفاجئ أثناء النوم. صلاة الفجر مهمة. إذن الله عز وجل يريد لي الخير. أنا عندما أستيقظ وأصلي الفجر، أنا أعمل لمصلحتي أولا، أعمل لمصلحتي، لأن هذا يعطيني هدوءا وسكينة وطمأنينة، ويطيل في العمر، ويجنبني الموت المفاجئ أو النوبة القلبية المفاجئة التي تأتي يعني في يعني بين الفجر إلى مثلا شروق الشمس أو بعد شروق الشمس بقليل. طبعا أيها الأحبة، الصلاة هي منظم لحياة الإنسان وعملياته الفيزيولوجية. طيب، عند أذان الصبح الذي يعتبر بداية بزوغ الفجر يبدأ إفراز الكورتيزون في الجسم بالإزدياد، كما يتلازم مع ارتفاع قليل في ضغط الدم، مما يشعر الإنسان بالحيوية والنشاط في هذا الوقت. في وقت الفجر أيها الأحبة تكون نسبة غاز الأكسجين مرتفعة في الهواء كما تعلمون يعني، والأكسجين مهم لكي تستنشق. فعندما تخرج إلى صلاة الفجر إلى المسجد تستنشق كمية كبيرة من الأكسجين تكفيك طول النهار، وهذا الأكسجين مهم. يعني إذا انقطع الأكسجين عن الدماغ دقائق يموت الإنسان. مهم لتغذية الخلايا وبخاصة خلايا القلب والدماغ. فهناك نسبة أيضا مرتفعة من غاز الأوزون الذي ينشط الدورة الدموية والجهاز العصبي والعضلي. طيب، عند صلاة العشاء ما الذي يحدث؟ الجسم يفرز مادة الميلاتونين، وهي مادة تؤدي لاسترخاء الجسم، وهذه المادة تفرز بالتوافق مع الساعة الكونية كما قلنا، ليهيئك هذا الجسد، يهيئك للنوم للاسترخاء. في هذا الوقت تأتي صلاة العشاء ليختم بها المؤمن صلواته اليومية ويخلد بعدها إلى النوم.
طيب، من الكشوفات الحديثة أيها الأحبة أن الصلاة تقي من مرض الدوالي. الصلاة تقي من مرض الدوالي، شيء عجيب. يعني إنسان يعاني من مشاكل في القدمين، مشاكل في الأعصاب، مشاكل في هذه المناطق، الصلاة هي علاج فعال، لأن الحركات التي يؤديها المؤمن في صلاته من ركوع والسجود والتي تؤدي لتجديد نشاط الدورة الدموية تعيد تنظيم ضغط الدم في كافة أنحاء الجسم، ومع الزمن تقيك من شر هذه الأمراض من قبل أن تحدث. طيب، الإيمان والصلاة لعلاج أمراض المفاصل. هناك دراسة جديدة توصل إليها العلماء في الولايات المتحدة أن أداء فريضة الصلاة في الإسلام، وهذه دراسة غربية على فكرة غير إسلامية، تقول إن أداء فريضة الصلاة في الإسلام يعتبر طريقة مفيدة لتخفيف آلام المفاصل والظهر لما تتضمن هذه الصلاة من وقوف وركوع والسجود، ولكن بشرط أن تؤدي الصلاة حسب أوقاتها الخمسة. طبعا بالنسبة للأحبة الذين يتساءلون عن المراجع العلمية، أحبتي في الله، كل الكلام الذي أقوله أمامكم أصلا مأخوذ من موقعي على الإنترنت كحيل7.com أو .net. كل الأبحاث والمقالات والمراجع العلمية موجودة، من أحب أن يرجع إلى بحث اسمه عالج نفسك بالصلاة موجود على الموقع الإلكتروني ويقرأ ويتبحر، وفيه ذكرت العديد من المراجع العلمية، لأننا لا نريد كل ما تكلمنا كلمة نأتي باسم العالم والمجلة وتاريخ نشر البحث وكذا، سنأخذ نصف الحلقة بالتوثيق العلمي. كل هذه المعلومات موجودة على الموقع، من أحب أن يتوسع يستطيع أن يذهب إلى الموقع الإلكتروني. طيب، هناك علاج لالتهاب المفاصل، هذا الداء يعاني منه كثير وكثير من الناس، وبخاصة فوق يعني كبار السن، يعني الناس كبار السن، وبدأ حديثا يصيب حتى صغار السن بسبب الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر والتسمر أمام الموبايل. هذه المفاصل معدل الحركة، ينبغي أن تتحرك، ينبغي أن تتفاعل مع بعضها، ينبغي أن يعني يكون لديك نظام غذائي طبيعي فيه مثلا زيت الزيتون، التمر، حتى الخبز، خبز النخالة أو الخبز الأسمر، الخضار التي سخرها الله لنا، الفاكهة، يجب أن يكون غذاؤك طبيعيا، كل هذا يغذي الجسم والخلايا. فاستبدلنا هذا النظام الطبيعي والغذاء الطبيعي بغذاء مصنع مليء بالشحوم ومليء بالمواد الضارة، مواد حافظة وغير ذلك، وأصبحنا نجلس ساعات طويلة، ماذا يحدث في المفاصل؟ تتسمر وتتصلب، حتى السائل يجف، يصبح نوعية السائل اللزج حول المفصل نوعية سيئة مع الزمن يعني. لذلك الصلاة تعيد تجديد نشاط هذه السوائل وهذه المفاصل. فقد وجد الخبراء أن أداء الصلاة 5 مرات يوميا يساعد في تليين المفاصل وتخفيف تصلبها. وطبعا مفيدة أيضا الصلاة للوقاية من تيبس العمود الفقري، وكذلك أيضا مشاكل في الرقبة. هنا الحقيقة هناك دراسات تؤكد أن الصلاة تقوي النظام المناعي للإنسان. هذه الدراسات أيها الأحبة أجريت في مؤسسة البحوث الإسلامية الأمريكية، تقول إن الاستقرار النفسي الناتج عن الصلاة ينعكس بدوره على جهاز المناعة في الجسم، مما يسرع التماثل للشفاء، وبخاصة بعض الأمراض، أمراض المناعة الذاتية المتسببة أو التي تنتج عن مهاجمة مناعة الجسم لأنسجته. يعني أحيانا النظام المناعي يعمل بشكل عكسي، بدلا من أن يقاوم الفيروسات يبدأ بتدمير الخلايا، يدمر نفسه. فهذا الخلل الصلاة تعالجه. كذلك هذا الخلل أيها الأحبة، أنا أعتقد أن الاستماع المتكرر للقرآن الكريم لفترات طويلة يمكن أن يؤدي لضبط آلية عمل النظام المناعي، لأن النظام المناعي نظام حساس جدا جدا أيها الأحبة، وحتى الآن العلماء لا يعلمون شيئا عن أسراره.
كل ما يعلمونه عبارة عن مظاهر فقط. أما الـ يعني الـ يعني لنقل الـ 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 الأسرار الحقيقية حتى الآن مجهولة. لذلك نجد أن أبسط أمراض النظام المناعي حساسية الجلد حتى الآن ليس لها علاج، لأنهم لم يفهموا سر هذا النظام وكيف يعمل. الآن أيها الأحبة، الصلاة تنشط نظام المناعة. قلنا إن الدراسات أظهرت أن الصلاة بانتظام لها دور مهم في تقوية نظام المناعة في الجسم وتسريع عملية الشفاء. كذلك نجد أن الإنسان المتفائل الذي يؤدي الصلاة ويقرأ القرآن ويطمئن بذكر الله، نجد أنه يتماثل للشفاء بسرعة أكبر من ذلك الشخص بالنسبة للمرضى، طبعا مرضى القلب أو مرضى السرطان بخاصة، يتماثل للشفاء بسرعة أكبر ويشعر بآلام أقل عندما يكون إيمانه قويا بالله ويحافظ على الصلاة، وتجد أن قلبه مطمئنا بذكر الله. الآن هناك أيضا دراسة تؤكد أن الصلاة هي علاج للشيخوخة المبكرة، فحركات الصلاة هي علاج طبيعي لحالات الشيخوخة التي يصاب فيها البعض بتآكل الغضاريف وتيبس المفاصل، والذين يعتمد علاجهم بشكل رئيسي على الرياضة. فالصلاة هي رياضة ولكن طويلة المدى، غير مرهقة للقلب، غير مرهقة للأعضاء، ولكن لها فوائد على المدى الطويل. أيها الأحبة، في دراسة غير إسلامية قال باحثون أمريكيون إن التدين والالتزام بتعاليم الدين، طبعا حسب أي ديانة، يعني هم يتحدثون بشكل عام لأن كل الأديان تحض على الخير كما تعلمون، مع العلم أن الدين عند الله الإسلام. الالتزام بالدين يخفف الشعور بالآلام المزمنة وبخاصة التهاب المفاصل. التعامل مع الآلام المزمنة وتقليلها أفضل عند الذين يلتزمون بالصلاة أيضا. سبحان الله، يعني انظروا كل هذه. طبعا هنا أنا لدي دراسة أيضا تقول أن المرضى الراغبين بالتقرب إلى الله تعالى يتمتعون عادة بمزاج جيد، وتكون حالتهم أفضل من حالة نظرائهم غير الملتزمين دينيا. سبحان الله. الصلاة تساعد على تحمل الألم. الدكتور فرانسيس جي المشرف على فريق البحث يقول إن الأشخاص القادرين على السيطرة والتخفيف من آلامهم بواسطة الدين والإيمان تقل لديهم آلام المفاصل، وتكون حالتهم النفسية أكثر استقرارا، ويلقون دعما أعلى من المجتمع. هذا يتحدث عن ديانات محرفة مثل البوذية وغيرها، فما بالكم بديانة الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. الصلاة أيها الأحبة فيها خشوع، فيها الحركات التي يحتاجها جسدك وعضلاتك وعظامك، شبيهة بحركات اليوغا كما تعلمون. فيها من الذكر والتسبيح والتكبير، فيها من التأمل والتدبر، وفيها من التذلل لله عز وجل. كل هذا حتى وضع الجبهة على الأرض، وضعية السجود وضعية مريحة للدماغ والصدر. عندما تسجد يتدفق الدم باتجاه الرأس أيها الأحبة، يغذي هذه الخلايا، يزداد النشاط في 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 خلايا الدماغ. وعندما ترفع رأسك ثم تسجد ثم تركع ثم كذا، تقوم بعمل يعني تنشيط لهذه الدورة الدموية، وبالتالي فإنك تحصل على فوائد كبيرة جدا، نفسيا تشعر بالاستقرار، وجسديا أيضا هي رياضة بالنسبة لمن يلتزم بالصلاة. طيب، الملحدون يدعون أن الدين هو تقييد للحرية. ماذا عن علماء الطب؟ يقولون إن الدين يقيد الحرية. لماذا نلتزم بالصلاة؟ لماذا نصلي؟ نريد أن نمارس المتعة. يعني عندما يذهب أحدهم إلى الجيم ويجلس ساعة أو ساعتين، ويمكن أن يرهق القلب، لأن الرياضات العنيفة هذه أحيانا تكون عنيفة على القلب، قد يموت موت مفاجئ.
تجد أنهم يقولون هذا الأمر طبيعي، ولكن عندما يقف الإنسان 5 دقائق فقط في الصلاة بين يدي الله يقولون هذا تقييد للحرية وهذا فيه ضرر وفيه تخلف. سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ إذن أيها الأحبة، مقاومة الأمراض، الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان بالله عز وجل، إقامة الصلاة تجعل المؤمن أكثر اطمئنانا. إذن أيها الأحبة، هنا المؤمن الحقيقي الذي يلتزم بأوامر الله، كل هذه الأوامر مفيدة، يحصل على سعادة أعلى. الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله فوائد عظيمة جدا أيها الأحبة. الصلاة هي من أفضل أنواع الرياضات، لأنها تلازم المؤمن طيلة حياته، نظام كوني، أنت ملتزم بنظام الكون، وقت الزوال، وقت شروق الشمس، غروب الشمس، يعني توقيت كوني. طبعا الصلاة تجنبك الكثير من الأمراض، ترقق العظام الناتج عن قلة الحركة، تقوس العمود الفقري. وقد ثبت أن المحافظة على الصلوات تعيد الجسم لحيويته وتنظم عمليات الجسم الداخلية. أيضا تقوية العضلات، الركوع طبعا، الوقاية من الإمساك، زيادة في نشاط الأمعاء، كل هذا بسبب الركوع والسجود اللذان يؤديان إلى تقليل ضغط الدم على الدماغ ليسمح بعودة تدفق الدم إلى كافة أعضاء الجسم. إذن أيها الأحبة، أيضا الصلاة تفيد الأم الحامل. سبحان الله، يعني انظروا، كل الناس يستفيدون من هذه الصلاة. المرأة الحامل تستفيد من حركات الصلاة في تنشيط حركة عضلاتها ودورتها الدموية وتخفيف الضغط والثقل الذي يسببه الجنين على القدمين من خلال عملية السجود. أيضا حركات الصلاة تساهم في تيسير الولادة، وبخاصة في الأسابيع الأخيرة من الحمل، وهذه الرياضة مهمة لتيسير الولادة الطبيعية. انظروا أيها الأحبة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، لاحظوا عمل يحبه الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها أول شيء. يعني أنا عندما أقف للصلاة أيها الأحبة، ينبغي أن أتخيل نفسي، وأنا أخاطب نفسي وإياكم، يجب أن أتخيل أنني أمارس عملا يحبه الله. يعني أنت عندما تأتي لابنك بلعبة يحبها وتعطيه هذه اللعبة تفرح، أنت تفرح أكثر منه ربما، عندما تجد الفرحة في عيني أنت تفرح. طيب يا هل ترى أنا عندما أقف لأصلي وأتذكر أن هذا العمل الذي أنا سأقوم به الآن هو أحب عمل إلى الله، ما الذي يحدث؟ سأستشعر بلذة الصلاة، سأشعر بلذة عميقة جدا أنني أمارس عملا يحبه الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن التجارة التي نرجوها عند الله سبحانه وتعالى لن تبور، لن تخسر، لن تفشل، لن تكسد، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحان الله. طيب أيها الأحبة، الصلاة تساعد على الاستقرار النفسي أيضا، هناك آثار نفسية عظيمة للصلاة. فعندما يتم المؤمن الخشوع ويتم الركوع والسجود فينجو بنفسه من التوتر والإرهاق العصبي. كذلك الصلاة أيها الأحبة تساعد على القدرة على اتخاذ القرار، تساعدك على تنظيم ضغط الدم، تهدئ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة علاج ناجع للغضب والتسرع والتهور أيضا، إذا كنت تغضب أكثر من الصلاة.
فهي تعلم الإنسان كيف يكون هادئا وخاشعا، وكيف يكون خاضعا لله عز وجل، كيف يكون خاضعا لله عز وجل، طبعا كيف يكون متواضعا أيضا، كيف يكون متواضعا. لذلك أحبتي في الله، يعني هنا مثلا تعلمنا الصبر، هذه الأشياء تؤثر بشكل جيد على الجملة العصبية وعلى عمل القلب وتنظيم ضرباته وكذلك سرعة تدفق الدم. الآن الصلاة هي صلة العبد بربه، صلة بينك وبين الله، عندما تقف بين يدي الله وأن الله معك لن يتركك، لن يتركك مهما كان همك، سواء كنت تريد الرزق إلجأ إلى الصلاة، ظلمك إنسان إلجأ إلى الصلاة، عندما تشعر بضيق من أهل بيتك إلجأ إلى الصلاة، عندما يؤذيك إنسان، عندما تخشى من إنسان، عندما تخشى الفقر، عندما يوسوس لك الشيطان إلجأ إلى الصلاة. يعني اجعل الصلاة هي الملجأ الأول والأخير بالنسبة لك على هذه الأرض، لأنك عندما تلجأ إلى الصلاة فأنت تلجأ إلى الله رب الكون، سييسر لك كل أمر. لذلك أيها الأحبة، يعني هذه الصلاة، والله الإنسان الغافل عن الصلاة خسر كثيرا، ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا، خسر فوائد مادية عاجلة، فوائد ملموسة يعني. لذلك أيها الأحبة، بسبب الأهمية البالغة لهذه الفريضة جاء التأكيد على أنه لا يجوز للمؤمن أن يتركها مهما كان السبب، فيجوز له أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع حتى بالإشارة بالعين، حتى وأنت على فراش الموت لا يجوز لك أن تترك الصلاة. طبعا أيها الأحبة، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا امتزج الصبر مع الصلاة أيها الأحبة كان شفاء قويا لأي مرض، لأننا بخاصة في هذا العصر أكثر شيء نحتاجه هو الصبر، معظم مشاكلنا وهمومنا سببها قلة الصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أعطى الله عطاء للمرء أوسع من الصبر. يعني إذا أحبك الله ثق تماما سيعطيك الصبر، أول شيء، أوسع عطاء يعطيه الله للعبد للإنسان هو الصبر. لذلك أيها الأحبة، يعني عليكم بالصبر أحبتي في الله. أنا لدي أيضا بعض الدراسات تقول إن الصلاة هي برمجة للدماغ، فعندما يقف الإنسان بين يدي الله في صلاته متوجها بقلبه إلى خالقه عز وجل، وهو يتخيل الجنة والنار، ويتخيل هذه الآيات التي يقرأها، فإذا مر بآية دعاء كررها، عندما يمر بآية عذاب مثلا يستعيذ بالله من شرها، يتذكر جهنم، يتذكر الجنة، فالدماغ سوف يتلقى كمية كبيرة من المعلومات والأوامر القرآنية من خلال تلاوة القرآن أثناء الصلاة. هذه الأوامر ستكون بمثابة إعادة شحن وبرمجة وإصلاح وتأهيل لما تعطل من خلايا. طبعا هذا هو دماغنا أيها الأحبة، هذا هو دماغنا. الصلاة تنشط منطقة الناصية هنا أحبتي في الله، انتبهوا، هذه المنطقة هي بريفرونتال لوب، المنطقة هنا ما قبل الجدارية هنا على الجدار الخارجي هنا، هذه المنطقة مهمة جدا في اتخاذ القرار. يعني الصلاة تساعدك أو تحسن أداء هذه المنطقة في اتخاذ القرارات. وهناك في المناطق المسؤولة عن الوسواس هنا في الخلف، مناطق في الدماغ مسؤولة عن الوسواس القهري، ينخفض نشاطها أثناء الصلاة. سبحان الله، يعني شيء عجيب أن المناطق المسؤولة عن القيادة تنشط هنا، المناطق المسؤولة عن الوسوسة تنخفض تخبو. لذلك الصلاة تساعدك على
الوقاية أو علاج الوسواس القهري، أيضا هذا من حيث الفوائد الصلاة على الدماغ. بعض الباحثين المهتمين بموضوع الشفاء بالصلاة يقولون إذا تمت الصلاة بخشوع وتأمل يكون لها تأثير جيد على شفاء الأمراض. طبعا هذه دراسات غربية أيها الأحبة، هم يدرسون الصلاة على الطريقة البوذية والطريقة الكذا والتأمل وكذا وكذا، نحن كل هذا لا نعترف به، ولكن عندما يجدون فوائد على شخص يصلي مجرد أن يتأمل، صلاتهم عبارة عن تأمل ولها فوائد كثيرة، كيف بالصلاة الإسلامية التي فيها خشوع وتأمل وتدبر وتفكر وحركات ورجاء من الله سبحانه وتعالى واطمئنان للقلب؟ لابد أن الفائدة ستكون أعلى بكثير. طبعا جريدة واشنطن بوست نشرت أيضا مقالة أكدت أن الباحثين يقولون إن الذين يحافظون على الصلاة بغض النظر عن دياناتهم يتمتعون بصحة أفضل وباستقرار نفسي ولا يعانون من اضطرابات نفسية إلا قليلا. تصوروا أيها الأحبة، الصلاة تخفف الإجهادات. أيضا هناك يعني دراسات تقول إن ممارسة العبادة والتأمل والخشوع، لذلك الله تعالى يركز كثيرا على الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون يركز على الخشوع لأن فوائد الصلاة ستكون أكبر بكثير إذا كانت بخشوع. فالصلاة الخاشعة التي تمارس بخشوع تخفض ضغط الدم، هرمونات الإجهاد تكون أقل، يبطئ معدل نبضات القلب. ممارسة الصلاة والعبادة في جميع الأديان تؤدي إلى تحسن أداء النظام المناعي. لذلك أيها الأحبة أنا أقول يا أخي التزم بأي دين ولكن ابتعد عن الإلحاد. لاحظتم الإلحاد مدمر، عقيدة الإلحاد مدمرة جدا، يعني أي دين مهما كان فيه أخطاء أفضل من الإلحاد. المهم أن تعتقد بوجود خالق، تمام أيها الأحبة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ذنب عظيم، ظلم عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى. لذلك احذروا أحبتي في الله، يعني تريد أن لا تلتزم بالإسلام أن كذا تمارس الشهوات، ولكن ابتعد عن الإلحاد، ابتعد عن الإلحاد، لأنك ما دمت مؤمنا بالله ولديك أخطاء، لديك معاصي، لديك فواحش، فهناك احتمال كبير أن يتوب الله عليك. أما إذا خرجت وأنكرت هذا الخالق العظيم دخلت في دائرة الإلحاد وتنطبق عليك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن أيها الأحبة، الموت المفاجئ والصلاة. دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا شملت أناس متدينين من مختلف الأديان، وجد الباحثون أن الإنسان المتدين لديه نسبة أقل من خطر الموت المفاجئ، سبحان الله. دراسة ثانية أجريت في جامعة روشستر تبين أن معظم الأمريكيين 85% يقتنعون بأن الصلاة تساعد على شفاء الأمراض. إذن لا يغرنكم الملحدون الذين يقولون إن العالم الغربي كله ملحد، لا، الملحدون قلة ولكنهم يتحكمون بالإعلام العالمي اليوم وبالقرارات الكبرى، ولذلك نتخيل أنهم هم المسيطرون. هذا الكلام غير صحيح. معظم الناس أيها الأحبة اليوم ليسوا ملحدين، ولكن لديهم إيمان خاطئ، لديهم انحرافات في العقيدة، ولكن نسبة الإلحاد ليست كبيرة كما يحاول بعض الملحدين أن يصور لكم هذا الأمر. طبعا أيها الأحبة هذا البحث طويل جدا، وأنا أريد أن أختم الآن وسنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.